أحد العلماء ينقل هذه القضية عن طالب من الطلاب، هؤلاء الطلاب الذين يذهبون إلى البلاد الأجنبية يجب أن يحافظوا على إيمانهم، إذا الأهل والعائلة والمجتمع مو موجودين ولكن الله موجود، وكثير منهم ولله الحمد تجاوزوا هذه الحالة. لا تبهرهم هذه الزخارف، تجاوزوا هذه الحالة. لا يهمهم هذه المناظر التي يرونها، تصميم، واحد يصمم أن يتحدى الشيطان. الآن كثير من الشباب في تلك البلاد المليئة بالفساد والانحراف، ولكنهم كما نقل لي لا يتركون صلاة الليل في تلك البلاد. هذا كان في تلك البلاد محافظ على إيمانه، محافظ على تقوى وتدين. في يوم من الأيام عنده امتحان، الامتحان النهائي، اجى جلس في الصف إلى أن تأتي نوبة، طال الانتظار وقرب موعده، ولكن لاحظ الوقت بعد قليل الصلاة تصبح قضاء. في قضية جاء رجل إلى أحد الأئمة صلوات الله عليهم واستشاره في سفر تجاري، الإمام نهاه عن ذلك، ما راح، ذهب بقية الأصدقاء ماله، راحوا وربحوا أرباح طائلة ثم عادوا. فأجل الإمام قال: لماذا نهيتني عن هذا السفر؟ أي سفرة تجارية مربحة كانت. فقال له الإمام: سلهم عما حدث لهم. أجل سألهم، لم يحدث لهم شيء. الإمام قال له: سلهم عن صلواتهم. أجل سألهم، قالوا: في يوم من الأيام فاتتنا صلاة الصبح. الإمام قال له: لهذا نهيتك عن ذلك. السفرة التي تفوت فيها صلاة الصبح لا خير فيها مهما كانت. الإنسان ما إلى حق يفوت صلاة الصبح أو يفوت أي صلاة ثانية، حتى الغريق والموتحل، يعني منه؟ يعني اللي دا يغرق في البحر في اللحظات الأخيرة يجب عليها أن يصلي ثم يغرق. الصلاة لا تترك بحال، حتى في الطائرة لا يحق لك أن تفوت الصلاة، تصلي في الطائرة كيفما أمكنك. الموتحل يعني اللي دا يغرق في الوحل في الطين، دا يغرق ووصل الطين إلى هنا وبعد 5 دقائق يموت، يغرق في هذا الطين، يجب عليه في تلك الحالة أن يصلي. شاف أن الصلاة سوف تصبح قضاء، قام. أصدقاء قالوا: وين؟ قال: لكي أذهب وأصلي. قالوا: الآن بعد قليل يمكن يصل دورك، وهذا هو الامتحان النهائي، إذا رحت بعد ينتهي دورك ويجب عليك أن تعيد سنة كاملة. فقال هذا الشاب المتدين: لا يهم ذلك، أمر الله أهم من النجاح في الامتحان. وذهب لكي يؤدي صلاته. كلمة نقولها ولكنها ثقيلة عند الله، ثقيلة في الميزان. ذهب وصلى، جاء دوره، ما هو؟ اللجنة الممتحنة سألت: وين هذا؟ قالوا: ذهب ليصلي. فأكبروا فيه هذا الموقف وقالوا: هذا الرجل الذي يستعد أن يضحي بسنة كاملة لكي لا يخالف الله في أمر واحد، هذا جدير بالتقدير والاحترام. وعينوا له يوما خاصا ليمتحنوه، ونجح في ذلك الامتحان. الإنسان ينبغي عليه أن يحاول أن يتقي الله حق تقاته. وفي الأحاديث إن تقوى الله حق تقاته أن يشكر فلا يكفر، يعني لا يسوي الإنسان إسراف ولو بقرصة خبز، يلقيها حيث يكون إسرافا، أن يشكر فلا يكفر ويذكر
فلا ينسى في كل موقف وفي كل كلمة الإنسان يتذكر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتقواه كما ينبغي أن يتقى، وأن يجعل عواقب أمورنا خيراً.